الثالثة صباحا في القاهرة، موجز لأهم وآخر الأخبار من القاهرة عاصمة الخبر، أهلا بكم. أعلن الجيش السوداني مواصلة الميليشيا المتمردة انتهاك الهدنة المعلنة لاتفاق جدة، وأكد الجيش السوداني مواصلة الميليشيا هجومها على مدينتي الجنينة وزالجني ومحاولتهما لحصار مدينة الأبيض، إضافة إلى احتلال المستشفيات والمرافق العامة والخدمية وقصف سلاح الإشارة وقاعدة وادي سدنة، مشيرا إلى إبلاغ الجهات الراعية للاتفاق، لكن الميليشيا المتمردة لم تستجب لأي من متطلبات الهدنة. وأضاف الجيش السوداني أنه تصدى لهذه الانتهاكات وقام بطرد عناصر الميليشيا من مطبعة النقود وسك العملة، كما أفاد الجيش السوداني بسقوط طائرة تابعة له إثر عطل فني بالمحرك وتمكن الطيران من مغادرتها بسلام. أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تحويل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، والخاصة بالتصنيف الائتماني للولايات المتحدة. رجح اقتصاديون أن ذلك التقدير راجع إلى أزمة سقف الدين الأمريكي بين الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي، وذلك غداة اجتماع بين الطرفين لم يتمخض عنه اتفاق ملموس. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يعين الجنرال تشارلز براون رئيسا لأركان الجيش. على صعيد آخر، جدد الرئيس بايدن مطالبته للكونغرس باتخاذ قرار بشأن حظر الأسلحة الهجومية. شدد بايدن على أهمية وجود قوانين وتشريعات أكثر صرامة بشأن تداول الأسلحة الهجومية وشرائها. تعاني الولايات المتحدة من ارتفاع ملحوظ لحوادث إطلاق النار، والتي تتم معظمها بشكل فردي نتيجة امتلاك المهاجمين للأسلحة الهجومية. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية في موسكو باندلاع حريق بإحدى الشرفات بمبنى وزارة الدفاع الروسية وسط العاصمة. هرعت خدمات الطوارئ إلى موقع الحريق، ولم يتم الإعلان بعد عن أسباب هذا الحريق. ختام الموجز، أشكركم على حسن المتابعة. للمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب، كما يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11.7.4.7، كما يمكنكم أيضا تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي، أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضرتكم على الشاشة. أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء. هنا القاهرة عاصمة الخبر.